27 دقيقة مدة اللقاء التلفزيوني الأول للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس منذ إعلان ترشحها، وطبعا يا سهام كان هذا أثناء ظهورها على شاشة CNN. هاريس دافعت عن أفكارها بشأن الاقتصاد، الطاقة وأيضا الهجرة، تحدثت عن الحرب في غزة وتسليح إسرائيل، أيضا تطرقت لمحاور أخرى، ولكن كانت هذه المحاور بشكل مقتضب. وبالطبع لم يغب عن اللقاء من يا سهام؟ ترامب طبعا. اسم ترامب كان متصدرا في هذه المقابلة، واتهمته بتقسيم الأمة، مع تشديدها طبعا على أنها مستعدة لطي صفحة عنوانها دونالد ترامب. على كون الحديث أكثر، تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية بلبيسي، ومعنا في الاستوديو الصحفي وسام كايروز والصحفي عبادة لدن. أهلا بكم. طيب أبدأ معك نادية، يعني قبل الخوض في هذا النقاش نبدأ أولا بتفاصيل تعليق منافسها الجمهوري دونالد ترامب على هذه المقابلة الأولى لكامالا هاريس كمرشحة. وصف يعني المقابلة ببورينج أو مملة من خلال منصة تروس سوشيال. نادية، أولا تقييمك لهذه المقابلة التلفزيونية لكامالا هاريس، وهل تعتقدين أنها كانت مملة كما وصف ترامب؟ اهلا بك سهام، الحمد لله على السلامه اول شيء، واهلا بميسون وبالزملاء. طبعا الاعلام الامريكي قام بتحليل هذه المقابله، لماذا؟ لانه كامالا هاريس وضعت نفسها وكان المقابله اصبحت مناظره، وبالتالي هم حاولوا ان يفهموا القضايا، الشكل، المضمون، الكثير منها. لكن بشكل عام التعليقات كانت بانها لم تكن سيئه لكنها لم تكن جيده. طبعا الديمقراطيين دافعوا عنها وقالوا بانه حتى الاسئله التي وجهت اليها بتغيير موقفها من الهجره، من موضوع التنقيب عن النفط، من موضوع الاقتصاد، حاولت ان تقول مبادئي لم تتغير لكن الموقف تغير، وهذا موقف سياسي معروف لكل مرشح بانه evolving. طبعا ترامب أيضا له مواقف مشابهة، لكن بالنسبة لها هل استطاعت أن تغير هذه البوصلة الصغيرة التي بحاجة أن تدفعها إلى الأمام؟ لا نعرف، سنرى استطلاعات الرأي خلال فترة قصيرة، لكن التعليقات كانت كثيرة، حتى منها أن CNN حاولت أن تكبر من حجم هذه المقابلة وعملت لها ستريتش لساعة. يعني المقابلة كما قلت 27 دقيقة، قسمت بينها وبين تيم وولز، لكن CNN فيها مقدمات وفيها دعايات وإلى آخره، وحتى تم انتقاد جلوسها، يعني كانت في كرسي وكانت منخفضة نوعا ما، وبالتالي لم تعطي هذه الهيبة لمرشحة رئاسة. يعني لطالما هن حقيقة دائما يتهموها بعدم الثقة، وحتى البعض يعني اعتبر بأنه جاءت بولز معها كعكاز لأنه هي غير واثقة بالتحدث عن سياستها. على كل حال السخرية كانت هي سيدة الموقف من هذا اللقاء، لم تتوقف طبعا عند ترامب، حتى حملة ترامب انتقدت جلوس نائبها تيم وولز وليس فقط هاريس كما ذكرت زميلتنا الآن نادية، وكان إلى جانبها يرعاها ودائما حسب تعبير حملة ترامب. أيضا سخروا من أن اللقاء كان قصير جدا، حتى أن جيسون ميلر المتحدث باسم حملة ترامب تساءل كم عدد الدقائق التي خصصتها CNN لتلك المقابلة القصيرة التي تثير السخرية. أيضا أضاف هل اضطرت CNN إلى حذف بعض إجابات كاملة ولهذا لم تتمكن من ملء ساعة كاملة. عبادة، إلى هذا الحد ليس هناك من ثقة بكامالا هاريس حتى أتت بولز معها، وهذه السخرية التي تعرضت لها هل هي مبالغ فيها أم لا؟ هو كان أصلا بحاجة إلى من يساعده، لأنه يعني أخذ وقت قصير من المقابلة ومعظم الوقت كان يدافع عن قضايا تتعلق به، فما كان عنده شيء فيجنري أو شيء رؤيوي يعني لحتى يساعدها فيه. بس كمالا هاريس هي المعروف عنها انها او يقال انها يصعب عليها الحديث من دون سكريبت. فهذه المقابله تبدو انها كانت سكريبتد، يعني كانت نصا مكتوبا مدرب عليه. انا لا اعرف ما الفرق بين هذه المقابله وبين خطابها في الدي ان سي في الكونفنشن. كما ذكر وقت المقابله اقل، يعني اقل تقريبا بعشر دقائق من خطابها، والتعليق انها كانت مسجله. يعني هذا سكت تيم وولز 8 دقائق متواصله، يعني كمان هذه. طب لماذا احضرته كامالا؟ لا طبعا هو يجب ان يكون دور نائب الرئيس في التركيبه الامريكيه هو ان يكون تشير ليدر، ان يشجع الرئيس بكل بساطه. عجبني قول ناديه بانه هي لم تكن سيئه، بس لكن لم تكن جيده، وهذا يمكن ان يكون نجاح بحد ذاته او
هكذا نعرفها. أنا الذي أريد أن أقوله أن هاريس أثبتت ما نعرفه أصلا، هي لا تواجه بشخصيتها ولا بأفكارها أو بحيويتها، هي شخص مركب يقدم برنامج مركب، هو برنامج الحزب الديمقراطي. ولكن هناك ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى، في هذه المقابلة أثبتت هاريس أن بايدن هو نعمتها ونقمتها، يعني بنفس الوقت تتبنى كل أفكاره وبنفس الوقت تريد أن تقول أنا لست مع الرجل الذي يعارضه 60% من الأمريكيين، يعني لا تريد أن تدفع ثمن سياسات. النقطة الثانية هي تبتعد عن الطائفية الديمقراطية. سأفسر، ربما هناك صورة ستظهر أمامنا على الشاشة اليوم، عندما سئلت في المقابلة عن صورة ابنة حفيدة شقيقتها، وهي تمثل طفلة سوداء معروفة بهذه الضفائر المشهورة لدى هؤلاء الأطفال، نتابعها سويا الآن، وهي أرادت أن تعلق، وهنا أعطت مؤشر واضح جدا، قالت بما معناه لا تحاسبوني ولا تقولوا أنا امرأة ولا تقولوا أنا سوداء، وبالتالي أنا إنسانة أمريكية أنافس بشكل يعني متوازن مع الجميع على هذه على هذا المنصب الرئيسي. لكن حين سئلت عن نفس الأمر في موضع آخر من المقابلة، حين سئلت أنه ترامب طبعا يقول أنه استدعي اللون الأسود أو أعلنت كسوداء لغايات سياسية، هي يعني طبعا، وهي بس تريد أن تبتعد عن هذه الزاوية التي وضعها فيها ترامب، قال لها أنت لست سوداء، أنت أصبحت سوداء، أنت هندية. والزاوية التي وضعها فيها أيضا وضعتها فيها ميشيل أوباما عندما قالت هذا العمل أو هذه الوظيفة هي وظيفة سوداء، إذن هي تميل إلى الوسط. والنقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، قالت سأضع جمهوري في إدارتي، وهذا مهم جدا، تقول أنا لست يعني نستمع إلى هذا الكليب وأيضا نعود لنادية لنتعرف معها أيضا أكثر عن هذا الأمر عندما تحدث بأنه تريد جمهوري معها. My policy perspective and decisions is my values have not changed. قيمي لن تتغير حتى لو هناك تحولات في بعض القضايا الملحة. قانون خفض التضخم مثال على سجلي في مكافحة تغير المناخ، وأيضا المهام التي كلفني بها الرئيس بايدن كانت ناجحة، مثل الاقتصاد والهجرة بالتنسيق مع الكونغرس. من الضروري العمل على حل الخلافات، وأنا أتقبل اختلاف الآراء، ومن مصلحة الأمريكيين وجود جمهوري في إدارتي. سأعمل كرئيسة لجميع الأمريكيين. طيب عبادة، استمعنا لكامالا هاريس، لماذا اتخذت هكذا خطوة تعيين جمهوري في حكومتها حال انتخابها؟ أنا أعتقد أنه سياق المقابلة، يعني لا أريد أن أعطي وزنا كبيرا لهذه المسألة بالذات، الأهم هو السياق الذي تحدثت فيه عن الاقتصاد، هي لم تعطي المزيد من التفاصيل. العناوين التي ذكرتها في الخطاب قبول تسميتها كمرشح رئاسي هي نفسها تكررت وبقليل جدا من التفاصيل الإضافية. ربما الموقف الواضح الذي قالته أنها لن توقف الفراكينج، التنقيب على النفط، وأعطت قليل من التفاصيل فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية على الطبقات المتوسطة. وهذا يعني أنه كما ذكر وسام أنه برنامجها يجمع أطراف مختلفة أو شرائح مختلفة جدا داخل الحزب الجمهوري، يجمع الديمقراطي عفوا، الجناح اليساري المتزايد الذي تتزايد قوته البروغريسيفز، وأيضا الدونرز رجال الأعمال المتبرعين الكبار واللي هن قوة ضخمة جدا. ومسألة الفراكينج بالذات هي مسألة إشكالية جدا، وبرنامج بايدن قام بشكل أساسي، يعني الثلاث قوانين التي يعني دفع بها، قانون خفض التضخم اللي كان بالأساس هو قانون يتعلق بالمسائل البيئية وبالصناعات الجديدة، السيارات الكهربائية وغير ذلك، وهناك قانون البنية التحتية وقانون الرقائق. فهذه هي بنية الفكر البايدينوميكس إذا شئنا، اللي هي ما عطت كلمة واضحة إذا كانت تتبناها. لازم تخترع عبادة كلمة لهاريس إيكونوميكس، هي تسميه اقتصاد الفرص، opportunity economy، ما في اقتصاد الفرص. طب ليس لدينا من وقت كثير على هذا الملف، سنذهب إلى زميلتنا نادية. نادية، البعض يعتبر بأنه هاريس هي أمام تحدي كبير، لأنه يعني فقط جورج بوش الأب في هذه أو في هذا التاريخ الحديث هو من تمكن، أنه كان نائب رئيس وتمكن أن يصل إلى الرئاسة. صحيح. إلى أي حد هذا الأمر أيضا هو تحدي كبير أمام كاميلا هاريس، وخاصة بعض يعتبرها
يعني ليس لديها من جمهور أو من شعبية. صحيح. نيت سيلفر وهو الذي يرصد كل استطلاعات الرأي قال بالفعل بأنه لم يتمكن نائب رئيس في التاريخ الأمريكي غير جورج بوش الأب من الوصول إلى الرئاسة، وبالتالي هي لديها يعني قمة جبل عليها أن تصعد إليها، وحتى استطلاعات الرأي تظهر متقاربا. لكن أريد أن أجيب على بعض الأسئلة بالإضافة إلى ما قاله الزملاء. أولا، لماذا تريد أن تعين جمهوري؟ لأنها تريد أن تصور نفسها بأنها رئيسة لكل الأمريكيين. وعلى فكرة هذا ما فعله الرئيس أوباما، عين بيل جيتس أبقاه من عهد الرئيس بوش كوزير دفاع، وأيضا عين وزير الاتصال في ذلك الوقت وزير الاتصالات وكان جمهوري من إلينوي. الموضوع الثاني، لماذا اختارت وولتس ليكون معها؟ يعني ليس لعكازة فقط، لكن أيضا تقليد أمريكي بأنه الرئيس والمرشح يقابلان الإعلام، وخصوصا 60 مينتس. الغريب أنها لم تختار 60 مينتس، أشهر برنامج على سي بي إس، اختارت سي إن إن، والأسئلة لم تكن صعبة لأنه دانا باش يعني معروف فان المحايد تقدر. يعني منتقده كثيرا. صحيح. والسؤال والشيء الاخير انه هل قالت اشياء مختلفه عن الكلمه في المؤتمر الحزبي؟ نعم، يعني قالت عندما اعطتنا التفاصيل كيف اتصل فيها بايدن واعلن انسحابه من الرئاسه، قالت لنا بعض الاجابه على موضوع الفراكين بانه بالفعل تنقيب على النفط لم تغير وجهه نظرها، قالت بانه بالنسبه للحدود وكانت عندما كانت في السنت كانت تقول بانه من حق اللاجئين لا يكونوا مجرمين decriminalizing them، والآن تغير وجهة نظرها. إذن هي عدلت في مواقفها بالنسبة لهذه القضايا المهمة، وقالت لنا بأنها ستعين جمهوري. كان بعض المعلومات، لأن إذا لم يكن معلومات معنى هذا أن المقابلة فاشلة وأن المحاورة كانت فاشلة، لأنها لم تعطينا معلومات أكثر مما نعرفه في مؤتمر الحزب الديمقراطي. على كل حال هذا الموضوع سيبقى مرافقا لنا طيلة الأيام المقبلة حتى يوم الانتخابات. بكرة نادية، غدا أيضا سنتابع الانتخابات الأمريكية، وأيضا هاريس وترامب لنا لقاء غدا نادية. شكرا معنا جزيلا دائما. شكرا لك نادية. فصل ونعود. أهلا بكم من جديد. على وقع توترات أمنية بين الصين من جهة واليابان والفلبين حليفي الولايات المتحدة من جهة أخرى، زار هذا الأسبوع جاك سوليفان بكين يا سهام، واعتبرت هذه المحادثات بالنادرة لأنه يبدو كانت صحيح. إيجابية إلى حد ما. يعني طبعا هذه الزيارة كان كأول مستشار للأمن القومي الأمريكي يزور الصين منذ عام 2016. هذه الزيارة بأيامها الثلاث شهدت محادثات امتدت حقيقة لساعات طوال، وصفها سوليفان بأنها بناءة صريحة وجوهرية، حتى بأنه قال بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع لمحادثات مع نظيره الصيني في الأسابيع القادمة. يعني كانت إيجابية إلى هذا الحد. إيجابية ونادرة. عن اجتماع بكين الذي قلما يحدث، وعن هذا التقارب الأمريكي الصيني الحذر، نكمل نقاشنا هنا في الاستوديو مع وسام كايروس وعبادة اللدن. وسام، لماذا وصف هذا اللقاء بالنادر؟ ونشوف هذه الصورة لتصافح بين الرئيس الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي في هذه الزيارة النادرة له للصين. تقييمك لهذه الزيارة وسام أولا؟ والله لا أعتقد أننا يمكن أن نتحدث عن تهدئة أو تقارب. أعتقد أن هناك رغبة في إدارة هذا التوتر أو هذه كما قال عبادة يعني خارج الهواء هذه الحرب الباردة الحقيقية. وهناك فعلا يعني مخاوف كبيرة، هناك شق اقتصادي مهم جدا، هناك شق استراتيجي. وأريد أن أتحدث عن موضوع مهم جدا. قبل أسابيع إدارة بايدن وفي آخر عمل استراتيجي كبير في هذه الإدارة، هناك وثيقة مسربة في نيويورك تايمز سرية تتحدث عن تغيير استراتيجية أمريكا لمواجهة الخطر النووي الصيني. تخيلوا هناك حرب في أوكرانيا، وهناك عالم على شفير ما نعتقد أنه مواجهة نووية، والإدارة الأمريكية تضع وثيقة وتقول أن الخطر النووي يأتي من الصين. وهذا يفسر قليلا لماذا هذا التركيز كثيرا على الصين. هناك ما يشبه المواجهة على المجالات الحيوية. الصين لديها مجال حيوي، تقول أنا قوة كبيرة عظمى، ويك عليكم أن تحترموا هذا المجال الحيوي لي.
أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مجالها الحيوي هو العالم بأسره. صحيح. روسيا أيضا تقول احترموا مجالي الحيوي، أوكرانيا هي جزء من مجالي الحيوي، وهناك هذه المواجهة الاستراتيجية على هذه الحدود. إلى أين ستصل سنشهد، ولكن الاقتصاد هو الأهم، وربما عبادة لديه المزيد. عبادة سأذهب معك، وخاصة مع الشق الاقتصادي لأنه هيدا أيضا مجالك بشكل أوسع، ولكن حقيقة خلال الاجتماع مع تشي بقاعة الشعب الكبرى في بكين قال سوليفان بأنه بايدن يتطلع للتواصل مجددا في الأسابيع المقبلة. أيضا قال بأن الرئيس بايدن ملتزم بإدارة هذه العلاقة المهمة بشكل مسؤول لضمان عدم تحول المنافسة إلى نزاع أو مواجهة، والعمل معا حيث تتوافق مصالحنا. مصالح الأمريكية الصينية التي كما قال سوليفان بأنه يصر عليها الرئيس بايدن، هي فقط ما يهم الاقتصاد أم الأمن القومي؟ لأنه بيعتبر أنه التكنولوجيا أيضا التي تحاول الصين الحصول عليها تؤثر على الأمن القومي الأمريكي. لا شك أنه تشابك كبير جدا، لكن فيما يتعلق بما ذكره وسام، أنا أجزم بأن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة كبرى في صياغة استراتيجية تجاه الصين. بال2022 إدارة بايدن كانت تضع استراتيجية الاندو باسيفيك، استراتيجية لهذه المنطقة اللي هلأ فيها كل المشاكل، الهندي. ولكن أتت الحرب الأوكرانية وأجلت الأمور وشغلت الإدارة الأمريكية بأمور أخرى. إنما إذا قارنا بين التنافس الأمريكي الصيني والتنافس الأمريكي السوفيتي فيما قبل، كان الأمريكا كان عندها استراتيجية فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي، استراتيجية الاحتواء، وكان لها تنظير واضح. نذكر المنظر الشهير جورج كونان الذي قال بنظرية الاحتواء بال 47 بعد الحرب العالمية الثانية. الآن يحكى عن استراتيجية التقييد، كونستريمنت بدل من كونتينمنت. فالتقييد بدل، شو الفرق؟ انه الصين منطلقه اقتصاديا عسكريا في هذه المنطقه، في بحر الصين، في كل محيطها خائف منها، الفلبين، استراليا، كله خائف. فعمليا الان الولايات المتحده ماذا تستطيع ان تعمل؟ جيك سوليفان تحدث عن اداره التنافس. التنافس يعني انك انا معترف انه هذا منافس لي، فأنا انتقلت من الصراع إلى الاعتراف به كمنافس في الاقتصاد وفي الاستراتيجية وفي العسكر، وإنما أريد أن أضع قواعد لهذا التنافس. هذه هي الإشكالية الكبرى. حتى إذا دخلنا في الاقتصاد، هنا المشكلة الواضحة، لأن الولايات المتحدة هي الخصم والحكم الآن. صح. هي تقول أنه ما أي نوع من الرقائق يمكن أن تصل إلى الصين، وأي نوع من الرقائق محظورة على الشركات الصينية. فبالتالي هو تنافس، ولكن الصعوبة الآن في وضع قواعد هذه التنافس، ومن يضع هذه القواعد؟ يعني كما قال وسام عبادة، هناك قلق اقتصادي وقلق استراتيجي. جاك سوليفان تحدث عن أمور تقلق واشنطن، منها قوله أن واشنطن ستواصل منع الصين من استخدام التكنولوجيا الأمريكية لتقويض أمنها القومي، كما أبدى قلقه كذلك من دعم الصين للصناعة العسكرية الروسية. نستمع إليه ونعود. كنت مباشرا الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية لتقويض أمنها القومي، كما عبرنا عن قلقنا من سياسات الصين غير العادلة في التجارة، ونحن قلقون من دعم الصين للصناعة العسكرية الروسية. طب وسام، إلى أي مدى هناك خشية أمريكية فعلا من دعم الصين للصناعة العسكرية الروسية؟ يعني هناك خشية طبعا، ولكن لا أعتقد أن الصين دخلت فعلا فيما يمكن أن نسميه محور كبير معادي لأمريكا. الصين تراقب، ترصد. وهناك أريد أن أسأل سؤال، السؤال الأكبر المطروح في العالم، متى الصين ستصبح أهم من أمريكا؟ هذا السؤال الذي في جميع الاستراتيجيين كان هناك من حتى متوقع. الآن الكل يستبعد هذا الأمر، ما زالت يعني أمريكا تتنبع. الحقيقة بأن المسار تغير في السنتين، يعني آخر سنتين، وهناك أرقام من البنك الدولي توحي بأن الفارق
اتسع قليلا في الاقتصاد. مثلا بحسب أرقام البنك الدولي، أمريكا عززت مكانتها. عام 2023 شكل حجم الاقتصاد الصيني ما يوازي 66% من حجم الاقتصاد الأمريكي، يعني الثلثين، مقارنة ب 70% ب 22 وب 76% في 2021. وبالتالي يعني أمريكا شوي عم ترتاح أكثر، ولكن يبقى هناك ولكن سرعة النمو بعد كل رغم كل تباطؤ في الصين، النمو في الصين هذه السنة متوقع 5% حسب الـ IMF. 5% فهو يفوق النمو الأمريكي. يعني النمو الأمريكي آخر بيانات 3% على أساس سنوي في الربع الثاني. فبالتالي ما زالت متفوقة بعد بيس النمو في الصين. في الصين أسرع. يعني هذا يعني ذلك. ولكن 5% بالنسبة للصين قليل جدا. نعم قليل جدا. لأن العدد كبير كتير. ولكن هناك الأسئلة الكبيرة، الذكاء الاصطناعي المجال الأهم في المستقبل. هل نوعية النمو. نوعية الرئيس الصيني ليس فقط عن حجم عن مقدار النمو، انه هذا الناتج المحلي كم يصبح حجمه كل سنه، وانما على نوعيه النمو، لانه المساله الاساسيه التنافس الحقيقي الان هو الجيل المقبل من التكنولوجيا، وتحديدا فيما يتعلق بالرقائق وبالذكاء الاصطناعي. من سيمتلك هذا المفتاح الكبير للتطور؟ وهل تحقق الصين هذا النمو النوعي المطلوب؟ هناك صراع حقيقي عليه. هناك صراع. لأني ذكرت قبل قليل موضوع إنه الولايات المتحدة تمنع تصدير نوع معين من الرقائق. صحيح. بمواصفات معينة. الصين حققت اختراقا العام الماضي، يعني في إحدى الشركات بدون ذكر أسمائها، حققت في أحد الأجهزة الإلكترونية إنها صنعت محليا رقيقة تخترق هذا الحظر، أقل من 12 نانومتر، أصدرتها ب 7 نانومتر. طبعا في الولايات المتحدة يصنعون 3 أو 4 نانومتر، أو على الأقل يصممونها. فبالتالي محل الصراع هنا، لم يحسم هذا الصراع، ولذلك حتى جيك سوليفان يعني يتحدث، هذا مستشار أمن قومي، يتحدث يعتبرها مسألة من مسائل الأمن القومي. الذكاء الاصطناعي، بكلمة أخيرة، الذكاء الاصطناعي والرقائق على راسي. أين هوليوود الصينية؟ أين الكتاب الصيني؟ ما لهذا قلت لك بعد من الصعب أحد أن يهزهز عرش أمريكا عن قيادة العالم. هناك كسر التوازن التكنولوجي، هذه مسألة مهمة، لأنه من يمتلك التكنولوجيا أو الجيل الجديد من التكنولوجيا هو الذي يحكم. سيحكم سيكسر التوازن لعشرين سنة مقبلة، خاصة الذكاء الاصطناعي، لأنه سيحدث تسارع بالتقدم بشكل الآن لا نتخيله. صحيح. يعني هذه ثورة ستغير حياتنا جميعا وبسرعة شديدة. من يملك اليد الطولة في هذا المجال يملك المستقبل. بس كلمة أخيرة، أنه الصين متشابكة جدا مع الولايات المتحدة، وهذا هو الفرق بينها وبين الاتحاد السوفيتي. إذا ضعف الاقتصاد الصيني ستواجه أمريكا مشكلة كبيرة، ولذلك من يدعم مسألة الحوار. هذا الموضوع سيبقى معنا أيضا دائما، لأنه هذا الصراع بين الصين وأمريكا لن ينتهي. شكرا لك عبادة، ونعود نشكر عبادة. وسام سيبقى معنا، شكرا لك. نذهب ونعود إلى الأسبوع ما بعد، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بافيل دوروف مواطن روسي له مطلق الحرية بزيارة روسيا، هكذا علقت موسكو اليوم على قضية الأسبوع المثيرة للجدل، قضية اعتقال مؤسس تطبيق تيليجرام. تطورات أزمة مؤسس تيليجرام لم تتوقف منذ لحظة إعلان اعتقاله في باريس إلى الإفراج عنه بالأمس في فرنسا. الكثير من الغموض والأسرار عن شخصية باروف وعن استخدامات تطبيق تيليجرام العسكرية والاستخباراتية. ميسو، للحديث طبعا ينضم إلينا الآن زميلنا عبد الجليل. وسام ما زال معنا، ومن لندن ينضم إلينا الدكتور أحمد عجاج، أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور، وعبد الجليل أيضا أهلا بك معنا. دعونا في البداية أن نشاهد هذا الفيديو، لحظة إطلاق سراح، طبعا هذا السراح المشروط لبافيل دوروف من الحجز في فرنسا. Павел, как настроение? Павел, как настроение? عبد الجليل،
نعطيه جنسية فرنسية، نوقفه على المطار في فرنسا، ومن ثم نطلق سراحه أيضا في فرنسا. ماذا يجري؟ هل يمكن أن تشرح لنا؟ الصورة معبرة عندما شاهدنا الفيديو قبل لحظات، كانت فقط الصحافة الروسية أو الروس من كانوا في انتظار خروجه، الصحافة الفرنسية كانت غائبة جدا. في روسيا فعلا تحول إلى قضية رأي عام، تحول إلى الموضوع الأهم في روسيا الآن حتى في خضم هذه الحرب. معارض لفلاديمير بوتين بشكل لا يدع مجال للشك، ربما تغيرت الأمور، لكن وقتها هكذا كان ينظر إليه، رجل أعمال كبير جدا، رفض التعاون مع السلطات الروسية في البداية أثناء احتجاجات نافالني الرافضة للانتخابات الروسية، رفض التعاون مع السلطات الروسية وإعطاء أسماء. أيضا بعد أحداث الربيع الأوكراني أو الأوروميدان مثل ما يوصف، رفض التعاون مع روسيا وإعطاهم معلومات عن المعارضين الأوكران للسياسة الروسية، واعتبر بأن الحكومة الروسية أو القضاء الروسي لا يمتد إلى خارج الأراضي الروسية. يعني تليجرام يعتبر ساحة حرب افتراضية، يعني خاصة بموضوع أوكرانيا وروسيا. بطبيعة الحال الآن بالنسبة إلى روسيا هو يعتبر مثال فريد، لأنه ربما المؤسس الوحيد لإحدى المنصات الكبرى التي لم تؤسس في سيليكون فالي، وادي سيليكون في كاليفورنيا. مليون أو مليار عفوا مليار مستخدم يوميا، هذه حالة خاصة. لكن مثل ما شاهدنا بافل دوروف، هو رغم تأثير تيليجرام المتصاعد إلى أنه هو لا يمتلك ربما تأثير ماسك في أوروبا، ربما ماسك أيضا قد يتهم. طب الحديث عن أوروبا عبد الجليل، يعني روسيا كان ضده انتقادات شديدة، لكن نتحدث عن الموقف الفرنسي وسام، يعني منح الجنسية الفرنسية واعتقل في فرنسا، يعني ما سر اعتقاله؟ يعني هناك ثلاث أسرار وثلاث تساؤلات، ولو أنه أحد هذه الأسرار سيتعارض قليلا مع ما قاله عبد الجليل. السر الأول، كيف يعرف بافل دوروف، كيف يعرف ماكرون، أين تعرف عليه؟ كيف أصبح الرئيس ماكرون؟ أمس كان في صربيا، صارت القصة الرئيسية في زيارته العلاقة بينه وبين مؤسس تليجرام. السؤال الثاني، كيف حصل على الجنسية الفرنسية؟ طبعا ماكرون دافع عن هذا الموضوع، وأنا يعني أجريت بحث صغير، ماذا يقول القانون الفرنسي، قانون الجنسية الفرنسية حول منح الجنسية فيما يتعلق بمؤسس تليجرام. هناك بند في القانون يقول بأنه يمكن أن يتم منح الجنسية الفرنسية لأجنبي فرانكوفوني يتحدث الفرنسية يساهم بعمله العظيم إميريت بفرنسي في إشعاع فرنسا عبر العالم. وهنا أسألكم، كيف ساهم هذا الرجل في إشعاع فرنسا؟ كانت الفرصة الوحيدة وسام، هي لو نقل مقر تليجرام إلى باريس، هذا هو هدف ماكرون. هدف ماكرون. لكن بالنسبة لبعض الدوائر الفرنسية، هو خان الاتفاق، حصل على الجنسية ورفض نقل أعمال. لكن هو يعني بحسب القانون يجب أن يكون مساهما في إشعاع فرنسا، وهذا ليس صحيحا. هناك يعني لا شك أن هناك قرار سياسي ما من ماكرون، واعترف ماكرون بذلك، لمنح الجنسية. والسر الأخير، وهنا أتعارض معك، هل هو فعلا معارض لنظام الرئيس بوتين أو لحكومة موسكو؟ هناك الكثير من المؤشرات المتضاربة. طب بالحديث عن لقاءات دوروف وسام والرئيس الفرنسي، قالت صحيفة لوموند الفرنسية أن ماكرون التقى بدوروف عدة مرات بين الفترة 2017 و2018، وهي لقاءات لم تظهر في السجل الرسمي لنشاطات ماكرون، بالرغم من أنها أرفقت بملف طلب الجنسية. وهنا تأتي يعني أيضا هذه علامات الاستفهام حول علاقة ماكرون بدوروف، لأنه أيضا أحد مستشاري الرئيس الفرنسي أكد لمجلة لو كانار انشيني أن ماكرون لم يكن لديه لقاء مبرمج مع دوروف، على الرغم من اعترافه بلقائه مرتين في الأعوام السابقة. أيضا قال بأنه بلغنا حديث دوروف عن موعد له مع ماكرون وشخصيات أخرى في الدولة، لكن في الحقيقة ماكرون لم يكن يعلم. عبد الجليل، هل يعد هذا الاعتقال مثلا تحذير لشركات التكنولوجيا العملاقة بأنه نحن، طبعا التي ترفض الامتثال للسلطات وتليجرام منها، بأنه نحن لكم بالمرصاد، لا تتجرؤوا أن
تخطوا الخطوط الحمراء أو تتخطوا الخطوط الحمراء؟ من الناحية القانونية ميسون، التهم التي وجهت إلى بافل دوروف يمكن أن توجه لإيلون ماسك، يمكن أن توجه لمارك زوكربيرغ، ويمكن أن توجه أيضا إلى مدير مكتب بريد عادي. مسؤولية ما يحمله، ما تحمله الرسائل وتحميل صاحب المنصة التي يستخدمها قرابة مليار شخص المسؤولية أمر معقد. هو ربما يحدث في الصين، ولكن في أوروبا فرنسا تعلمين هي من الدول التي تحاول داخل مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بفرض ضوابط تنظيمية كبيرة على نشاط وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أنت تعرفين بأن بافل لما ماكرون في البداية هو كان معجب، لا يمكن إخفاء أنه معجب بمؤسسي الشركات الكبرى، يلتقي ماسك، يلتقي مؤسس أوبر، يلتقي حتى، لكن دوروف بعد أن التقى عفواً منح الجنسية لمؤسس سناب شات أيضا، سناب شات أيضا، لأنه لدى ماكرون كما قلت عبد الجليل حلم بأن يستقطب كل هؤلاء التك موغولز أن يصبحوا في فرنسا. دكتور أحمد عجاج معنا أيضا الآن جاهز. دكتور أحمد، هل تعتبر بأنه ما جرى مع بافل هو شأن سياسي ولا علاقة له بأي من الاتهامات التي وجهت له؟ هو كل شيء في الحقيقة، يعني الأخوة تحدثوا عن لقاءاته بمكرون وعن بوتين، هو تعشى مع مكرون وهذا شيء طبيعي، رجل يعني كبير مثله يحمل الملايين الملايين، ويوجد مليار متابع، هو 900 مليون أصلا ليس مليار، وهو أكبر منصة، فبالطبيعي جدا أن يلتقي به مكرون لأنه له تأثير كبير. وأما بروسيا طبعا هو غادر روسيا عام 2014 وباع منصة الفيسبوك وتدعى فاكنتوك I think، وباعها وذهب ب 300 مليون. لكن هناك كثير تقارير تقول أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن زار روسيا أكثر من 50 مرة، مما يعني أنه على علاقة مع الروس. هذا شيء طبيعي جدا. بالنسبة لبافال أنه هو مؤمن بالنتيجة، لأن والده وأهله وأقربائه تعرضوا لكثير من الاضطهاد، وبالتحديد أعمامه وأخواله على يد ستالين، وبالتالي هو أصبح يؤمن بأن الحرية مطلقة وأنه يجب أن لا يردخ للمؤسسات. وهنا المشكلة الكبرى بينه وبين السلطة الفرنسية، يعني كما قال الأخ عبد الجليل أن هذا قد يطال أي صاحب منصة. صحيح. يمكن أن يحاسب على ما يجري في منصته. هو حوسب ليس على ما يجري في منصته، هو حوسب لأن السلطات طلبت منه أن يتعاون معها في قضايا تتعلق بصور إباحية بالأطفال وجريمة المنظمة وغيرها، ورفض من منطلق إيمانه بأن هذه حرية يحق للفرد أن يفعل ما يشاء عليها ولا يسمح للسلطات أن تتدخل بها. طيب، بالإضافة إلى هذه القضية دكتور أحمد، المشكلة كيف طيب كان هناك استفهامات كثيرة كذلك حول توقيت التوقيف والاعتقال. يعني تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشف أن السبب وراء رد فعل موسكو الغاضب بعد القبض على مؤسس تيليجرام هو خشية الجيش الروسي من تسرب أسرار عسكرية. أوضحت الصحيفة أن تيليجرام بات أكثر من مجرد تطبيق للتواصل الاجتماعي في روسيا، حيث يعتمد عليه الجيش الروسي للتواصل في ساحة المعركة، وتم استخدامه في تنسيق التحركات وجمع المعلومات الاستخباراتية. نقل التقرير أيضا أن وسائل إعلام محلية روسية كشفت وجود تعليمات واسعة النطاق من وكالات حكومية بحذف سجلات المحادثات على تطبيق تيليجرام. وسام، إلى أي مدى هذا يثير بالفعل استخدامات عسكرية واستراتيجية لهذا التطبيق من قبل القادة والجيش الروسي؟ يعني كما قال الزملاء الموضوع عجيب غريب. يعني من ناحية لدينا بافل دوروف يغادر روسيا عام 2014 في جو ملبد جدا مع الكرملين، في علاقة سيئة. نتذكر عام 2018 الحكومة الروسية قررت حظر تيليجرام، والآن مع مرور الوقت يتحول تيليجرام إلى أداة أساسية يستخدمها الجيش الروسي والمخابرات الروسية، بل يقال أنها أداة استخباراتية أيضا. وهنا لأنه غير مراقبة، يعني هذا أهمية تيليجرام بالنسبة للناس، هو يعني هي غير مراقبة، هي يمكن اختراقها، يمكن، بس هل فعلا هو يعني حسب أقوال الخبراء في الغرب؟ تفضل دكتور أحمد. يعني بس تعليق بسيط، حسب قول الخبراء في الغرب وحسب ما قرأت أنها ليست يعني مشفرة بطريقة لا يمكن لأحد أن يخترقها، بل بالإمكان اختراق يعني المنصة.
لكن المشكلة معه أنه لا يتعاون مع السلطات، وهذه هي المشكلة الأساسية. ويجب أن نفرق بين أن يعطي معلومات لدولة يعني سلطوية مستبدة ومعلومات لدولة ديمقراطية. هو الآن معتقل بفرنسا، لكن لا يمكن أن يذهب إلى السجن، لديه محامين ولديه رأي عام ولديه صحف، وبالتالي بوسعه أن يدافع عن نفسه ويقول ما يريد، ولا يمكن لأحد أن يجبره على إفشاء معلومات. هذا شيء يعني غير متوقع في دولة ديمقراطية، وبالتالي هنا المشكلة. يجب هو أن يفهم أن هناك فرق بين دولة ديمقراطية تطلب منه أشياء بموجب القانون، وبين دولة تريد منه كشف أسرار الناس. هذا يعني هو على كل حال قالها يعني بإحدى المقابلات نوروف، بقال بأنه حتى الاستخبارات الأمريكية حاولت أن تلتف على الموضوع وحاولت أن تتواصل مع أحد مهندسيه من أجل أن يعطيهم أي معلومات. أيضا هذه الصورة انتشرت حقيقة على نطاق واسع بالتليجرام، وهي حملت تضامن كبير مع دوروف. عبد الجليل، يعني أنت تعرف اللغة الروسية، هل يمكن أن تعطينا ترجمة لما كتب وتعطينا لماذا هذا الغضب الروسي؟ تعرفين أنه في تقاليد الحرب يتم إهداء الضربات أحيانا للضحايا أو الانتقامية، مثلا تكتب على المسيرات بعض الرسائل، وأيضا على الصواريخ مثل ما نشاهد هنا أو كنا نشاهد قبل لحظات على الصورة، مكتوب لأجل دوروف. إذن الروس على الجبهة هم يعتبرون، لكن هذا الصاروخ موجه إلى أوكرانيا. لا، في أوكرانيا الصور هي موجهة في أوكرانيا، لكن في روسيا الفصل هو قليل جدا بين أوكرانيا ومن يقف وراء أوكرانيا. بالنسبة طبعًا إليهم طبعًا أوكرانيا هي فقط الخط الأول. الموضوع لأنه مثير، يعني مثير. صاروخ موجه إلى أوكرانيا، أمه أوكرانية أيضا. أمه أوكرانية، نعم. طب هل هذا يعكس وسام تحول التليجرام داخل روسيا إلى وسيلة لنقل أخبار الجبهة بدلا عن الرواية الرسمية؟ يعني هناك الكثير من نقاط الغموض، ولكن اسمحوا لي أن أخذ النقاش إلى مستوى يعني مختلف قليلا. هذا الشاب الوسيم عمره 39 سنة، ولديه الكثير من الأبناء، بينهم 3 أبناء يعني معترف بهم من أم يعيشون في سويسرا. هناك 100 ولد هو قال عبر المئة هوديك غير قصة. عبر التبرعات، عبر التبرعات. لديه عائلة أخرى في سويسرا. الآن الوالدة اشتكت عليه، قالت أنه كان يعني ليس جيدا مع أبنائه، ولكن هو كان يوصف بزوكربيرغ روسيا، كونه هو الشخص الوحيد الذي أنشأ أمبراطورية تكنولوجيا خارج سيليكون فالي. حقيقة التسمية الحقيقية يجب أن تكون ماسك روسيا. لماذا؟ لأنه هذا الشخصين هما يمثلان الرغبة بأن تبقى التكنولوجيا حر وأن لا يتم تقييدها من قبل السياسة. ولذلك ماسك أول من وقف معه طبعا، وقال لأنه اثنيناتهم بمثله نفس الفكرة. صحيح، انتقد فرنسا. هناك يعني صورة مأساوية وحزينة، هناك ولكنها فكرة خاطئة. خاطئة. ولكن الحقيقة أن هناك ثنائية بين الحرية وبين هذه المخاطر الانفلاتات. هناك ثنائية مؤسفة بين مثلا البيتكوين وبين الجريمة المنظمة، بين المنصات الحرة مثل تليجرام وتويتر، وبين تمرير الأفكار المتطرفة. هي هكذا هو الثمن الذي يدفع، هكذا يقول ماسك، هكذا يقول السيد دوروف. ولكن هذه ستبقى، يعني اعتقاله من غير اعتقاله أو توقيف أي صاحب شركة تكنولوجية، ستبقى الأمور على ما هي، يعني لن تتوقف. زوكربيرغ جابوه على الكونغرس وأجلسوه أمام منصة من المشرعين وحكموه. أما السيد دوروف هذه طريقة أخرى لإجباره على الانصياع. هناك هذه الصراع الكباش بين التكنولوجي وبين السياسة. دكتور أحمد، عندك تعليق؟ نعم، فرق كبير بين استدعاء يعني زوكربيرغ للكونغرس وبين المحاكمة في باريس. استدعاءه هنا للاستفهام منه عن قضايا معينة ضمن رأي عام واضح جدا، وفي باريس اعتقاله بموجب القانون، يعني هناك قانون جزائي فرنسي اعتقل بموجبه، ولديه محامين ويمكنه أن يدافع عن نفسه. لكن دعني أقول، هذه الثنائية بين الحرية التي تحدث عنها الزميل، يجب أن نفهم أن الحرية المطلقة تعني الانفلات، وبالتالي تعني الفوضى، والفوضى ستؤدي إلى تدمير كثير، وهذا شيء خطير جدا. لذلك يجب أن نفرق بين نوعين، حرية مضبوطة بالقانون وحرية بلا قانون. يعني حضرتك تؤيد هذه الضوابط؟ نعم، أؤيدها جدا، لأنه في بريطانيا على سبيل المثال، عندما بدأ إيلون ماسك
يسمح للناس وبعض المنصات الأخرى أن يقولوا أشياء ضد المسلمين، ذهب المتطرفون وبدأوا بإحراق المساجد وإحراق الناس أحياء في الفنادق لولا تدخل الشرطة. يعني الحرية المطلقة تؤدي إلى الكثير من الفوضى وإلى الكثير من الدماء التي لا بد من ضبطها. وهذا ما قاله دوستويفسكي، يعني أهم يعني روائي روسي، عندما قال في رواية بيت الأموات، عندما قال في رواية بيت الأموات أن على إحدى يعني لسان إحدى الشخصيات وهو سجين أنه مستعد أن يموت من أجل حريته، وبالتالي تمرد ثم عوقب ثم تمرد، لكن بالنهاية أدى تمرده إلى فوضى في السجن وسقوط أموات. يعني على كل حال الحرية عالم كبير، وطبعا الكل يريد أن يتنفس حرية. نعم. ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول مفهوم الحرية وحول أيضا تعريف الحرية. بالنسبة لروسيا، لنعود ونركز قليلا على روسيا، لماذا الآن أحبته روسيا إلى هذا الحد؟ هل فقط بسبب لأن فرنسا هي التي أوقفته؟ على كل حال هناك استطلاع للرأي أيضا، لا أدري إذا يمكن أن نراه الآن، أجراه مركز عموم روسيا للاستطلاعات نتابعه الآن. 55% من الروس اعتقدوا ببراءة بافيل دوروف، 44 من المستطلع آرائهم اعتبروا إما هو مذنب أم يرجح بأنه مذنب. كيف تقرأ هذه الاستطلاعات؟ لأنه أنت تعرف، يعني أنت عشت في روسيا وتعرف كيف يفكر الروس. كيف يمكن أن نقرأ هذه الاستطلاعات وأرقامها؟ تعرفين بأنه ربما روسيا لم تكرهه يوما، مثلما قلتي هو الظاهر. تعرفين بأنه نقطة الخلاف بين دوروف والكريملين كانت بخصوص منصة في كونتاكتي، هو تنازل عن منصة في كونتاكتي، أما تليجرام أسس خارج روسيا ولو نظريا منذ البداية، إذن لم يكن هناك مشكل أثناء تأسيس تيليجرام. لكن يجب العودة إلى البداية. الشخصية الأهم ربما في نجاح تطبيق تيليجرام هو شقيق بافل دوروف، هو نيكولاي دوروف. نيكولاي دوروف خريج المدرسة 139 للعلوم الرياضية في سان بيترسبورغ، هي مدرسة شهيرة جدا. صحيح. في إخراج النخبة الروسية في الرياضيات، هو المسؤول عن اختراع النظام MTP للتشفير من البداية إلى النهاية. إذن هو لا يزال، لا نعلم أين هو، هو مسؤول في تطبيق تيليجرام. لكن بالعودة إلى استطلاعات، وين ممكن يكون؟ في روسيا. في سان بيترسبورغ. هو في روسيا. لكن الآن السؤال الذي يطرح نفسه، هل استطلاعات الرأي الآن روسيا ربما استغلت الفرصة، جاءت الفرصة للكريملين لينتقد الديمقراطية في فرنسا، ليرد الصاع صاعين، ربما موسكو لم تكن تحلم بهذه الفرصة. طيب قبل أن ينتهي وقتنا، وسام باختصار، ما مصير دوروف ومصير منصة تيليجرام بعد الاتهامات الجنائية؟ هلا هناك توقعات بأن الأرقام ليست في صالح تيليجرام في المرحلة المقبلة، مع أنه العام الماضي كان يعني قيمتها السوقية 30 مليار دولار، عائداتها 342 مليون دولار، وسجلت خسائر معلنة ب 173 مليون دولار بعد احتساب الضرائب. انتهى وقتنا، كانت حلقة أيضا ممتعة بهذه المعلومات. شكرا لك دكتور أحمد عجاج، أيضا عبد الجليل ووسام، شكرا لكم. انتهت هذه الحلقة، لكن اللقاء يتجدد غدا بإذن الله، في أمان الله. أشكر لكم طيب المتابعة.